لا يخفى على أحد أن فوائد التمر أكبر بكثير من حجم حباتها الصغيرة، وقد استحقت نخلة التمر لقب شجرة الحياة بكل جدارة، فالتمر هو الطبق الرئيس على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، وهو أول ما يتناول الصائم بعد قضاء ساعات من الصيام. هناك أنواع معينة يفضل الصائم تناولها على وجبة الإفطار. أرغب شيء عندهم أيام الفطور الحاية الرطبة، عندك مثل البرحي الرطب، السكر الرطب، هذا الحاية الرطيبة الرطيب الذي مرغوب يعني. السبب لأنها ناعمة للإنسان وطيجة يحبونها يعني الناس، مثل عندك البرحي الرطب. الناس يحبون الرطب، والحين هذا السنة ما يجي رطب، يجي كله تمر فيه، والتمر أكثر شيء الناس يأخذونه سكري وخلاص وبرحي، هاي شكل يعني نويات، في نويات تمر ناشف، في نفسه خضري مبروم وسقعي. على الفطور أول شيء خلاص اليصيم عمي أول شيء، بعد الخلاص البرحي، وعندنا السر الملك المدينة هم 100% هم طيب ممتاز، بس أهم شيء خلاص أكثر شيء يمشي عمي، والناشفات تبع المدينة كلهم عجبة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير هذا أجل مثلا عين أجل الحسد أجل المرض أجل السحر، هذا عجبة غير، وصبح يستعملون بعد صلاة الفجر. يبرر الباعة في سوق التمر الارتفاع الذي يطرأ على الأسعار بأن السلعة تأتي إليهم بسعر مرتفع بسبب شحها في تلك الفترة. نحن بالنسبة لأسعارنا واحدة، من يعني بالنسبة نخلى يعني رمضان وغير رمضان، يعني على أسعار يعني ثابتة تكون، ما تزيد في رمضان ما شيء يزيد فيها أبدا، بس في بعض حاجة بسيطة يزيد فيها ربع دينار. ليش؟ لأن هناك يزيدوا أسعارها قبل رمضان، يزيدون شوي مثلا بالسعر، مو مثلا وايد، مثلا ربع دينار أو مثلا نص دينار بالكارتون يزيدون، والسعر ما تغير مثلا نفسه حاليا أو قبل رمضان. التجارة يقوم الحين حاليا بالسعودية تمر ما في قليل، يعني كل مكان يبدون يترجون كل مكان يصير قليل يزيدون. ترجع الأهمية الغذائية للتمر لاحتوائه على السكريات والأملاح المعدنية والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، وهذا يساعد على تقوية الأعصاب والجسم ويقلل من حدوث فقر الدم. ارتفاع طفيف قد يطرأ على أسعار التمور قبيل دخول شهر رمضان المبارك، والسبب في ذلك ارتفاع السلعة في بلد المنشأ. من سوق التمور خالد الفارس، الراي.